هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة نتواصل ونجدد اللقاء والترحيب بحضراتكم في أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في تواصل أشواط صباحي هذا اليوم. الشوط الأول انتهى بصوت زميلي حمد بن ضبيب الشامسي. نتواصل في أرضية هذا الميدان، ينطلق الشوط الثاني بالإبكار الثنايا المهجنات الأصايل التي تحمل هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة تتنافس في أرضية ميدان المرموم في هذه السباقات التمهيدية ما قبل ختام المرموم في هذا التنافس والتحدي. نسير مباشرة في 8 كيلومترات، نتعرف على المركز الأول وهذه من تقود المشاركات الذهيبة راشد بن يمعة بن مرزوق الشامسي، تتصدر مجموعة هذا الشوط وتتقدم لبكار الثنايا، تليها في المركز الثاني شقرة في ثاني المراكز، راشد بن خليفة بن راشد المهيري يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث مشعلة تاتي في المركز الثالث، مطر بن علي بالسعودي الاكتبي يتقدم على ثالث المراكز. أما المركز الرابع فهذه وصلت لرهمة في المركز الرابع، خليفة بسالم بن سهيل الخيلي شعار الوسمية اللي فازت في الشوط الماضي وقدمت أداء جميل ورائع للغاية. المركز الخامس خامس المراكز مع شعاري بن نصرة يتقدم مشاهدينا الاعزاء، وتتقدم الطيار حمد بن سالم بن نصرة العامري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس. المركز السادس وهذه انذار لحمد بن سالم بن محمد المدهوشي يتقدم كذلك ويقدم لنا انذار بو سالم في هذا المسار وهذا الانطلاق. المركز السادس وصلت للعين لناصر بالطوير بالمرة العام يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن الظبي من الجانب الآخر تقدمت لعبد الله بن علي بن واس. المركز التاسع المراكز وهذه هقوة تعود ملكيتها لسالم بن حمود المالكي. والمركز العاشر 21 وهذه شودة لعلي بن حمد بن سعيد بن حمد بن مشيط المري يتقدم في هذه اللحظات على المركز العاشر. الله يا سلام، وهذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز في المهجنات الثنايا إلى صايل مع هذا الصباح مع هذه الأثار مع رقص الكبار. ويا مجمل الرقص مع الكبار دائما وأبدا في بداية هذا المسار، في بداية هذا التحدي، في بداية حزام الغابات اللي هو في البداية على اليمين وهناك في 3 كيلومترات. شوف شاشة دبي ريسنج مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه المتابعة، عودة مرة ثانية، عودة إلى المراكز الأولى وهذه الذهيبة مسيطرة على مقدمة الشوط. راشد بن يمعة بن مرزوق الشامسي يتقدم في المركز الأول، يسير بمسار هذا الشوط، بينما المركز الثاني مشعلة مطر بن علي بالسعودي الاكتبي يتقدم على المركز الثاني في هذا المسار، بينما المركز الثالث وهذه شقرة راشد بن خليفة بن راشد المهيري يتقدم على المركز الثالث في هذا المسار. المركز الرابع شوف تحرك من العين جميلة، هداها جميل، شكلها جميل للقاية، تتقدم من مركز إلى مركز. وناصر بالطوير بن مر العامري يتقدم مع العين على المركز الرابع في هذه اللحظات. أما المركز الخامس أشوف خامس المراكز تدخلت له عادة رهمة في هذه اللحظات، خليفة بن سالم بسهيل الخيالي. يا سلام يا سلام، يقدم هذه النوعية الجميلة
المستوى الرائع اليوم. يا سلام، غار غار اللي وصلت يمع بالراشد بن سعيد بالغافرية، تدخلت أتتنا من خلف الأرقام المذاعة. يا سلام، وهناك دخول من الجانب الآخر، وهذه اللي تواجدت انذار وحمد بن سالم المدهوشي يتقدم مع انذار وواصل المالكي هقاوي سالم بن حمود المالكي يقدم هقاوي في هذا الانطلاق في المركز السابع. أما المركز الثامن فوصلت له، وهذه رهمة خليفة بن سالم بسيل الخيالي، والمركز التاسع هناك التاسع نشوف اللي تدخلت ووصلت شودة. هذه شودة اسم جميل، سجل تاريخ كبير في سباقات الهجن. علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري يقدم لنا شودة في هذا الانطلاق، والمركز العاشر هذه هملولة، وعلي بن عبد الله بن علي بن واس الكتبي. هذه النتيجة المرة الثانية، نتيجتنا الثانية ونحن نغادر منتصف المسافة. 4 كيلومترات في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح الشيق، في هذا الصباح البارد، في هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة. الميدان الذكي المرموم يستقبل كل ما هو جميل، كل ما هو رائع في هذا الملتقى، في هذا اللقاء الجميل والرائع هنا في هذه الانطلاقات. يا سلام، ندانا الثاني أكملنا للعشرة المراكز في مسار هذا الشوط الذي يسير بعروض تلقائية وذاتية، وهذا يتمناه الجميع في 8 كيلومترات، لأنها تحتاج للهدوء في البداية، تحتاج للتكتيك، تحتاج للمتابعة والتأني في المسار. ولكن نعود إلى المركز الأول ونشوف الثلاثية الجميلة، ولكن السيطرة مشاهدينا الأعزاء مشعلة بالسعودي، وأهالي الهير يتابعون، ينطلقون، يتعودون على السلامات من هذا الشعار ومن جميع شعارات أهالي الهير الجميلة والرائعة والمقدمة. كل ما هو جميل في عالم الأصايل يتقدم بالسعودي، يقود المسار مطر بن علي بالسعودي الكتبي، يروح هناك مع المركز الأول مع هذا المسار. بينما المركز الثاني تأتي العين ناصر بالطوير بالمر العامري، يتقدم مع العين اللي قلت لكم تتنقل في المراكز، تسير تطالب في ناموس، أمر مشروع لكل مشارك. المركز الثالث أيضا مركز مالك انذار حمد بن سالم الهاشمي، يبي السلامات لأهالي السلطنة هناك إلى منطقة الكامل في السلطنة، ومركز يا سلام. بينما المركز الرابع هذه شقرة لراشد بن خليفة بن راشد المهيري، يتقدم مع شقرة في رابع المراكز. وصل المالكي مع هقاوي سالم بن حمود المالكي كذلك في هذا اسم شاعري، نعم جميل للقاية في هذا الاسم هقاوي، وفيها الهقاوي مضيع فيها الهقاوي. يا سلام، سالم بن حمود المالكي يبا السلامات هناك لأهالي السلطنة. يا سلام، في الدريز تقريبا أو هناك في هذا المسار وفي هذا اللقاء. يا سلام، عادت هذه اللي قادت الشوط في البداية الذهيبة، تراجعت فترة وردت مرة ثانية، راشد بن يمع بن مرزوق الشامسي. هذا المسار وهذا اللقاء يعني تجمع كبير من الابكار الثنايا المهجنات الاصايل. هذا يدل على التنافس، يدل على 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 كذلك الامال الكبيره، يعني قريب من كل جماعه كلهم، يدل على التخطيط والتكتيك. لوحه بوابه العبور تتغير بعدها الامور وتتحرك الشعور للفوز والناموس من
خلف العشر يتسمى وتحرك الجميع. الله يا سلام يا سلام، عودة إلى المركز الأول بالسعودي. بالسعودي مسيطر مسيطر مسيطر، يعني متابع. يا سلام، وهذه مسيطرة على مقدمة الشوط، مش على مطر بن علي بالسعودي الاكتبي، ولكن من الجانب الآخر تقدمت انذار حمد بن سالم المدهوشي. يا سلام يا سلام في هذا المسار وهذا اللقاء. يا سلام، ماخذ جانب اليمين، ماخذ جانب اليمين. يا سلام، المركز الثالث العين، العين العين غالية يا مجمل العين. ناصر بالطوير بالمر العامري يقدم العين، تبالها مراقبة يقول بو سلطان، تبالها متابعة. شكلها ركز يا بن دربش، ركز يا بن دربش، ركز في مسار الشوط. في انطلاقتي هذه آليها في بطانها، ما شاء الله مغروس آليها. يا السلام، المركز الرابع هذه شقرة راشد بن خليفة بن راشد المهيري 1200. يا مضمرين، يلا يلا يلا، حرك يا محرك، ركز يا مركز، تابع يا متابع في هذا المسار. هذه الانطلاقة. يا سلام يا سلام، وصلت، شوف اللي وصلت، شعلة عبيد بن سيف بن سالمين المنصوري، تاتي شعلة من خلف العشر المراكز. هذه الأسماء، يا سلام، سالم بن عامر بن عمهي المنصوري كذلك الواصل في هذا الانطلاق. ولكن نعود إلى أبو سالم، نعود إلى أبو سالم اللي غير إلى مقدمة الشوط وقدم لنا انذار. وش سوت بالابكار انذار؟ أنا بشهد أنها سوت اليور، فرت عصاها خلف الأسوار يوم العصي تبرق على الزور. الله يا سلام، حمد بن سالم المدهوش هناك. يا سلام، شوف يا الجمري، يا سلام، اشوف شيء. هو دخول. الله يا سلام يا سلام، ولكنها من الجانب الاخر هذه الشعله، عبيد بن سيف بن سالمين المنصوري تتدخل من الجانب الاخر، يروح العمري مع هذه الانطلاقات. يا سلام، وبن عمهي بن عمهي بن عمهي بن عمهي، مشاهدين الاعزاء، بن عمهي اللي انطلقت بالمركز الاول، بن عمهي تسيطر على مقدمة الشوط. سالم بن عامر بن عمهي المنصوري يتقدم مع المرية اللي في المركز الاول، تسيطر على مقدمة الشوط. مرية سالم بن عامر بن عمهي المنصوري، سلام من المرموم الى المرموم في هذا المسار. المركز الثاني شعلة لعبيد بن سيف بن سالمين المنصوري، والمركز الثالث هذه وصلت مشاهدي الاعزاء لمنصور بن عبد الله بن ضاعن الغفلي. المركز الرابع اللي وصلت فيه عموما، على كل حال بنعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته. وهذه من قدمت مشاهدي الاعزاء مرية هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، 12 دقيقة 43 ثانية وجزين من الثانية. تهانينا لمالكها اللي هو سالم بن عامر بن عمهي المنصوري اللي حظت بالسلامات من المرموم الى المرموم في هذا الصباح. 12 دقيقة 47 ثانية بدون اجزاء اللي حلت في المركز الثاني اللي هي شعل عبيد بن سيف بن سالمين المنصوري، بينما المركز الثالث عند بن منانة هذه 12 دقيقة و48 ثانية واربع اجزاء من الثانية. حمدان بن احمد بن منانة اللي اتى في المركز الثالث، هقاوي اتت في المركز الرابع لسالم بن حمود المالكي، والمركز